السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله بنكمل مع بعض حل أسئلة كتاب المعاصر على يونت 2 الجزء الثاني. معانا النهاردة إن شاء الله ليسون 5 بيج 19. ونبدأ بالسؤال الأول. بسم الله. All the following example can move by pushing force except ما عدا. كل الأمثلة اللي جاية دي يا شباب ممكن نحركها بالبوشنج، لأنها ندفعها، ما عدا لو أنا عندي نمبر إيه بيقول لي البول الكرة ممكن نعمل لها بوشنج فورس، عندي السوينج المرجحة ممكن نعمل لها بوشنج فورس، عندي كمان الكار ممكن نعمل لها بوشنج فورس، لكن عندي لعبة يا شباب تاج أوف وور اللي هي لعبة شد الحبل ديت مش محتاجة بوشنج فورس، ديت محتاجة إيه يا شباب؟ بولينج فورس، محتاجة بولينج فورس. سؤال نمبر 2. To stop a moving object we can apply a knot against it. يبقى لو في جسم متحرك الى الامام بالشكل ده، لو انا عايز اوقفه يبقى انا هعمل له ايه؟ بوشنج فورس. هعمل له ايه يا شباب؟ بوشنج فورس، قوه دفع، قوه ايه؟ هاجي قدامه كده واعمل له بوشنج فورس. سؤال نمبر 3. سمير pushed his toy car and it moved forward. سمير دفع السيارة اللعبة بتاعته إلى الأمام وتحركت إلى الأمام. To stop it عشان يوقفها سمير هيوقف هيعمل إيه شباب؟ أول حاجة بيقول لي هنا pull خطأ، pull خطأ، يبقى إجابة إيه يا شباب؟ push it in a direction opposite to its moving direction. يبقى هي السيارة يا شباب اهيت، معانا السيارة اللعبة اهي، لو هي بتتحرك الى الامام بالشكل ده فهو يعمل لها بوش في عكس الاتجاه عشان يوقفها، يبقى الاجابه دي. السؤال اللي بعده نمبر 4 بيقول لي the work done is equal to amount of. الورك done الشغل المبذول يساوي كميه يا شباب؟ كميه الانرجي، كميه الطاقه اللي ترانسفير باي فورس، يبقى كميه يا شباب؟ الانرجي، كميه الانرجي ترانسفير باي فورس that is used to move an object اللي تستخدم في تحريك هذا الجسم. السؤال اللي بعده true or false. نمبر 1 بيقول لي if a person moves a table، لو شخص حرك table، يعني كان في table هنا كده تمام اتحركت في مكان تاني، هل الشخص ده يا شباب عمل فبيقول لي بقى اهي to a distance حركها مسافة، so there is a work done، معنى كده ان في work done، ايوه اجابه صحيحه. يبقى طالما عندي distance يعني حاجه اتحركت مسافه، الجسم التيبل ده اتحرك من مكان راح مكان تاني، يبقى كده عندي ايه يا شباب؟ عندي work done، عندي work done، عندي شغل مبذول. نمبر 2 بيقول لي lifting a book رفع كتاب، لو انا برفع كتاب upward الى اعلى need more energy than pushing a truck، يعني محتاج طاقة أكبر من دفع شاحنة، الإجابة طبعا خطأ، رفع الكتاب أكيد هيحتاج less energy وليس more energy، هيحتاج طاقة قليلة جدا، لكن البوشنج تراك محتاج طاقة كبيرة. نمبر 3 if you try to open a door، لو أنا بحاول أفتح باب but you can't open it، أنا ما فتحتوش، ما قدرتش إن أنا أفتحه، this means that a work done، هل أنت كده عملت شغل؟ الإجابة طبعا خطأ. ليه يا شباب؟ لأن شرط إن يحصل work لازم يكون عندي move، لازم يكون عندي حركة، لازم يكون عندي distance، لازم يكون عندي مسافة حصلت. نمبر 4 hitting a tennis ball. Hitting a tennis ball need a bowling force. لا أنا التنس بول، كرة التنس دي هل هي محتاجة قوة bowling ولا محتاجة pushing؟ أكيد طبعا محتاجة pushing force، فالإجابة هنا تكون إيه؟ خطأ، لأن بدل كلمة بولينج دي المفروض أكتب إيه يا شباب؟ أكتب بوشنج فورس. السؤال اللي بعده كومبليت. بيقول لي نمبر 1 you can push a table on the floor. يعني when you can push a table the knot transfer، عندما إن أنا أدفع التيبل على الأرض knot transferred from your body، ايه اللي بينتقل من جسمي؟ اكيد طبعا يا شباب الانرجي، يعني الطاقة transfer from your body to a table، يبقى الطاقة انتقلت من جسمي الى الايه؟ الى الترابيزة. number 2 any force applied to an object، اي قوة
يعني بنطبقها على الجسم معين considered as the change that it changes. ها يبقى القوة دي الفورس ده بيعمل ايه يا شباب؟ الفورس ده بيحول ايه؟ بيحول الانرجي. بيحول ايه يا شباب؟ بيحول الانرجي، بيحول الطاقة and turn it، ويحولها لايه؟ ويحولها ل work. ويحولها ايه يا شباب؟ ل work، the work done by this object. Number three. The work done by a basketball is equal to amount of نقط يا شباب transferred. برضو transferred يبقى بتنتقل from the player hand، من ايد اللاعب الى الكرة. ايه اللي بتنتقل؟ يبقى اللي بتنتقل من ايده الى الكرة هي دي برضو اللي هي يا شباب الانرجي، وهي الطاقة. Number four. To stop a rolling ball on the ground. عشان اوقف كرة ماشية على الارض you need to do work. انا محتاج ان انا اعمل شغل. الشغل ده يا شباب ايه؟ نقط زان the work done by the ball. يبقى الكرة دي فيها work done، فيها شغل، فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج work more than، يعني محتاج اعمل شغل اكبر من الشغل اللي هو موجود في الايه؟ في الكرة نفسها. السؤال الاخير number four بيقول لي in the opposite figure which of the two players does more work to raise the weight. مين في دول يا شباب بيعمل work اكتر او بيعمل شغل اعلى؟ تمام، هختار يا ترى الفيرست ولا السكند. لو جينا نبص يا شباب على الوزن اللي شايله الفيرست هلاقيه 50 كيلو جرام، لكن هنا 70 كيلو جرام، فبالتالي هختار مين؟ السكند بلاير. هختار مين يا شباب؟ مين اللي شايل، مين اللي بيبذل مجهود اكبر او بيعمل شغل اعلى؟ هقول له مين يا شباب؟ السكند بلاير. طيب بيقول لي كمان give reason for your ايه؟ for your answer. ليه يا شباب؟ ها اقول له because. ليه يا شباب؟ لانه هو ها because he raises، because he ولاد raises او يعني بيرفع ها heavy load او heavy weight. heavy weight than first player، لان هو بيرفع وزن تقيل ها اكبر من ايه ولاد؟ من الفيرست بلاير، من اللاعب الايه؟ الاول. يبقى اللاعب السكند بلاير اكبر من اللاعب الايه ولاد؟ الاول.